الأستاذ رسوب الجبرة عضو لجنة الدفاع عن ورثة الشهيد محمد المفتي. في الحقيقة كما تعرف الكل أن ملف قضية الحال هو تعهد به القضاء العسكري بصفاقس متمثلا في شخص السيد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس. الملاحظة الأساسية في ملف قضية الحال أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اغتيال الشهيد محمد المفتي هناك بطء كبير في سير الأبحاث، رغم أنه الحقيقة تقال فما نوع من التعاون الإيجابي من السيد قاضي التحقيق باعتبار أنه استجاب لأكثر طلبات لسان الدفاع، لكن في الحقيقة الصعوبات الكبرى اللي يعترضها ملف قضية الحال هو أساساً أو هي أساساً عدم تعاون الجهات الأمنية في كشف جملة من المعطيات التي من شأنها إنارة سبيل العدالة. احنا نعول كلسان دفاع على ضغط كافة المجتمعات كافة مكونات المجتمع المدني لمحاولة إماطة الوثام عن جملة المعطيات المنقوصة، كذلك نعول على السلطة الإدارية المتمثلة أساساً في وزارة الداخلية لمحاولة كشف جملة الحقائق المطلوبة. هذا النجم نقوله توا في هذا الملف.